خروج دم مع البلغم هي الحالة التي تصيب الإنسان عند السعال وخروج بلغم ممزوج مع الدم، وهذه الحالة تدعى علميا باسم نفث الدم. على الرغم من أن الموضوع قد يكون مخيفا، إلا أنه في معظم الحالات يكون لأسباب طفيفة لا تستدعي الخوف والقلق، وبالأخص لدى الشباب والذين يتمتعون بصحة جيدة. خروج دم مع البلغم يعتبر واحد من أعراض الكثير من المشاكل الصحية المختلفة، مثل تلك التي تصيب الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو. خروج دم مع البلغم من أين يأتي؟ بداية دعونا نتحدث عن مصدر هذا الدم. من الممكن أن يخرج دم مع البلغم لعدة أسباب ومن مناطق أخرى مختلفة من الجسم. بشكل عام يخرج هذا الدم من الرئتين، لكن في حالات قليلة قد يكون ناتجا عن المعدة أو الجهاز الهضمي ككل، وهنا يكون اسم الحالة مختلف عن الحالة الأولى. من الرئتين يكون الدم أحمر فاتح ممزوج مع بلغم وينتج بسبب السعال أو التهاب في الرئتين. من الجهاز الهضمي يكون لون الدم غامق ويخرج مع بعض الطعام، وقد يشير إلى مشاكل خطيرة أكثر من الحالة الأولى. أسباب خروج دم من البلغم: من الممكن أن تختلف الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة، إلا أنها تشمل ما يلي: التهاب الشعب الهوائية، والذي يتمثل بالتهاب مزمن ومستعصي للشعب الهوائية يترافق مع كحة تنتج بلغم، ومع استمراريتها قد تترافق مع دم. التهاب القصبات، يسبب تضخم في القصبات يترافق مع التهاب في المنطقة وضيق في التنفس وصفير في الصدر، وأحيانا خروج دم مع البلغم. سعال مزمن، يسبب تهيج الجهاز التنفسي وتمزق بعض الأوعية الدموية الدقيقة في المنطقة. نزيف أنف حاد، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وأحيانا يترافق الأمر مع دم في البلغم. تناول بعض أنواع الأدوية والتي تمنع الدم من التخثر، بالتالي تكون أكثر عرضة لامتزاج البلغم مع الدم. الانسداد الرئوي المزمن، عادة ما يسبب صعوبة في التنفس وسعال وبلغم ودم مع البلغم وصفير في الصدر. وهناك أسباب أخرى محتملة، وهي الالتهاب الرئوي، وزمة في الرئة، سرطان الرئة، التليف الكيسي، السل، إصابة في منطقة الصدر. إذن متى عليك استشارة الطبيب؟ ننصحك بالقيام بذلك فورا في الحالات الآتية: خروج دم كثير عند السعال، ودم غامق اللون ممزوج مع قطع طعام، ترافق خروج دم مع البلغم مع الأعراض التالية: فقدان الشهية، فقدان الوزن غير المبرر، وجود دم في البول أو البراز، وألم في الصدر ودوار، وضيق تنفس يتفاقم مع مرور الوقت. جدير بالذكر أن علاج هذه المشكلة الصحية يعتمد بشكل أساسي على السبب الكامن ورائها، والذي يعمل الطبيب على تحديده بعد خضوعك لبعض الفحوصات المختلفة.